أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام من شاشة الوطن، شاشة العراقية الرياضية. هذه هي جولة في أهم ما تم تداوله من أخبار محلية لهذا اليوم. أهلا بكم. نبتدئ وياكم مشاهدينا الكرام من أهم ما جاء من صحف محلية لهذا اليوم، ونبتدئ وإياكم من صحيفة الصباح، حيث الناصرية يلتقي الشطرة وفي سلة الأولى والنوارس لا تنافس. اليوم خمس لقاءات في دوري الصالات. علي فرحان، مواجهتنا مع زاخو ستكون فرصة للتعويض، وبابل والمدحتية في مباراة فاصلة تأهيلا للأولى. وختام الدورة التحكيمية الأولى لرياضة الباغوت القتالية، ومن أرطها الحظ لم يحالف الحدود أمام القاسم. أما في صحيفة الزمان الرياضي نطالع في أهم ما تم التداول فيها، حيث خالد للزمان، طموحنا المشاركة في المباريات الدولية ومسيرتي في التحكيم ممتازة. وشيباني، العراق جاهزون لتضييف خليجي، والشرطة تطير إلى السعودية لخوض منافسات دوري الأبطال. أيوب أوديشو يربك القوة الجوية باستقالته المفاجئة. وأيضا انتقال إلى صحيفة الدستور الرياضي، إشادة واسعة بملف البصرة، وأربيل تتخطى نفطي ميسان، وزاخو يعبر الكهرباء بنجاح، ونفط البصرة يتفوق على بغداد. الحدود والقاسم، حبايب شمران لن نتخلى عن الوصافة. السماوة والنفط يتقاسمان النقاط، الكرخ يفوز على الميناء، وبحت سعداء بنقاط الكهرباء، وصلاح فزنا بجدارة، ومحمد فرحان يحصل على شهادة آسيوية. ومن صحيفة الدستور الرياضي ننتقل وإياكم إلى صحيفة المدى ونطالع فيها، ماليزيا تعتذر عن مواجهة الأسود وديا في البصرة، الإيقاف يبعد همام طارق عن لقاء كمبوديا في التصفيات، واتحاد اليد يقيم بطولة كأس السوبر بالموسم المقبل، اختيار فهد وحمادي للتشكيلة الآسيوية المثالية تاريخيا. وفي صحيفة الحقيقة الرياضي نطالع فيها بهدفين مقابل هدف واحد، زاخو والكرخ يهزمان الكهرباء والميناء في ممتاز الكرة. وأيضا إدارة الجوية تقنع أيوب أوديشو بالعدول عن قرار مغادرة الفريق، العراق جاهز لاستضافة كأس الخليج، واختتام الورشة التعريفية للعبة الركبي في بغداد. وننتقل وإياكم إلى صحيفة المشرق، وفي صفحتها التطبيعية توضح أسباب تأخير إعلان صفقة المدرب الهولندي، ولحساب الجولة 27 من ممتاز الكرة هدف قاتل يرجح كفة نفط الوسط على الطلبة. الشرطة يعلن عن قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا، وشيباني، العراق جاهزون لاستضافة كأس الخليج، والدكتور الحقوقي أكرم نعيم، لم نستبعد أي عضو من ترشيح للأولمبية، ومن قام بالاستبعاد هم أعضاء الهيئة القضائية. وفي صحيفة الرياضي محمد النجار لصحيفة الرياضي قال، سفري خارج العراق وراء غيابي عن التدريب في الموسم الحالي، جائحة كورونا وضائقة المالية وراء ضعف الدوري، وهذه أسباب تراجع نتائج المنتخب في التصفيات الآسيوية. وكوكب حسن مدرب كربلاء بكرة اليد، بعد 22 عاما استرجعنا المركز الثالث في أهم بطولة محلية للعبة، ويناشد محافظ كربلاء برعاية ودعم الفريق، فلدينا استحقاقات خارجية. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما جاء من صحف محلية لهذا اليوم. ننتقل وإياكم إلى أهم ما تم كتابته من مقالات، لكن بعد الفاصل. ننتقل وإياكم إلى مقالات بصوت الزميل جواد سليم وبقلم الصحفي هشام السلمان، الذي تحدث عن أسهل الطرق المؤدية لركوب
موجة الخبراء. للأسف اليوم لا يشبه البارحة ولا يمت له بصلة، بعد أن فسح المسؤول الرياضي المجال للأندية أو للاتحادات وحتى للأولمبية بأن تستغل بوابة الخبراء ليدخلها من لا يستطيع الولوج إلى الرياضة، فصارت مفردة الخبراء أسهل الطرق المؤدية لركوب موجة الخبراء، ومن لم يجد ناديا أو اتحادا يزوده بورقة تأييد منه بأنه ضمن الهيئة العامة فيسلك أسهل الطرق التي كانت تمثل أصعبها أيام زمان، فيذهب خبير القرن 21 إلى أقرب اتحاد أو ناد ليعلن عن نفسه أنه سيرشح للرئاسة أو منصب النائب، وليس مهما أي نائب، الأول كان أم الثاني، المهم حجز كرسيا للحكم والتحكم بمصير ومقدرات الرياضة العراقية. العجيب بالأمر أن أعضاء الهيئات الإدارية أو الجمعيات العمومية لا يعترضون، ولم نسمع أو نقرأ بأن عضوا بالجمعية العمومية هنا أو هناك معترضا على الدخلاء في رياضتهم، واستطاع إسقاط تسلل الدخلاء إلى رياضة البلد التي لا يهم فيها سوى الوصول إلى كراسيها تحت عنوان خبير من خبراء القرن 20. نعم، لا تخلو الساحة الرياضية اليوم من الخبراء الذين عرفوا بحرصهم وتفانيهم بعملهم حتى وصلوا إلى هذه المرتبة من الخبرة المتراكمة، ولكن للأسف تم تهميش الكثير منهم، والبعض الآخر غادر الميدان على مضض والحسرة تسبقه إلى بلاد الغربة، وربما وجد ضالته هناك ليقدم خبرته الرصينة بكل تواضع، ليس طمعا بكرسي دوار وإنما حبا بمهنته التي عاش وتعايش معها كل هذه السنوات التي كان فيها رمزا من رموز اللعبة، على العكس من خبراء اليوم الذين وصلوا إلى لوحة الانتخابات بأقدام لم تطأ ساحات الرياضة أو قاعاتها وبألسن لا تعرف الألف من الياء، لأن شهاداتهم الدراسية لا وجود لها في سجلاتها الأساسية لا في الإعدادية ولا في الجامعات، حتى اكتشفنا أن هناك الكثير ممن دخل الرياضة بصفة خبير في لعبة ما لا يعرف لفظ اسمها بصورة صحيحة، لكن يتم انتخابه من قبل الفاسدين. أما في صحيفة الصباح وتحدث أو كتب الصحفي طه قمر وهو يتحدث عن أداء النوارس الزوراء محليا وأيضا خارجيا. هاي النوارس ياهو لينافس، عبارة طرقت مسامعنا طوال الفترة الماضية التي تمتد إلى نصف قرن من الزمن، من خلال ما يقدمه فريق الزوراء الذي يمتاز بارتدائه اللون الأبيض ليبدو لعشاقه ومحبيه بأنه يشبه إلى حد كبير النوارس التي تحلق في السماء، وكان البعض من جمهوره يعمد إلى جلب بعض النوارس التي تطير في سماء ملعب الشعب كنوع من الفأل الحسن، عندها يحقق الفريق الأبيض الفوز ليكون الأكثر تحقيقا له بعد أن كانت جميع فرق الدوري تحسب له ألف حساب، لأنه نادرا ما يتعرض إلى الهزيمة. عندها يصف الإعلام خسارته بالمفاجأة لأنه كان الأقوى على مر الأزمنة. كان عشاق الزوراء يمنون أنفسهم بمشاركة آسيوية أو عربية على الأقل ليروا ما سيفعله الفريق في الذود عن اسم العراق، لكنه اليوم يحصل على الفرصة السانحة والتي تبدو في متناول اليد، لكنه فرط بها عنوة أمام مرأة الجميع عندما خسر أمام الوحدة الإماراتي الذي يحتل المركز السابع في الدوري الذي لا يمكن أن يقارن بقوة وسخونة دورينا، فلا أعرف لمن نرمي سهام انتقادنا، للإدارة أم للكادر التدريبي أو للاعبين الذين تقدموا بهدف لكنهم سرعان ما عادوا إلى الخلف وكأنهم يلاعبون برشلونة أو مانشستر سيتي ليمنحوا زمام المبادرة للمنافس الذي انتصر عليهم أيما انتصار. جعلنا ندرك جيدا أن النوارس باتت لا تنافس على الإطلاق، إذا غابت الرقابة وترك الحبل على الغارب فإن الأمور تبقى على عوانها وتسير للمجهول بفريق الإنجازات الذي يلقب بزعيم الأندية العراقية، فمن سيء إلى أسوأ يحتل الزوراء المركز الرابع بفارق أكثر من 10 نقاط عن الجوية
الغريم المتصدر وفريقي النجف والشرطة ليدرك محبيه جيدا أن اللقب بات بعيدا كل البعد عن متناول اليد بعد أن كان يسيرا له ليخرج كما في كل موسم خالي الوفاء. أما في الحقيقة بقلم قاسم حسون الدراجي الذي تحدث عن حظوظ نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا التي وقعت في المجموعة الثالثة إلى جانب الدحيل القطري والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني. أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا بكرة القدم ممثل العراق الأول فريق نادي الشرطة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب فرق الدحيل القطري والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والتي ستخوض مبارياتها في العاصمة القطرية للفترة من 14 حتى 30 من شهر نيسان الجاري. وأمام تلك الفرق الثلاث يقف فريق نادي الشرطة بقيادة مدربه الصربي ألكسندر إليتش والذي عمل سابقا مع الرائد السعودي ولديه انطباع واضح عن الكرة السعودية وطريقة اللعب والأسلوب المتبع للكرة السعودية إلى جانب مجموعة مميزة من لاعبي المنتخب الوطني أبرزهم حارس المرمى أحمد باسل وسعد ناطق وعلي فائز وأمجد عطوان وعلاء مهاوي ومحمد داود وسعد عبد الأمير والمهاجم البرازيلي رافائيل سيلفيا وعلي حسني. ومن المؤكد أنها أسماء لامعة وقدمت مستويات رائعة خلال مباريات الدوري والتي تجلت بفوزين عريضين على الديوانية والسماوة بخماسية وسباعية، وأن خسارته من النجف في الدور الأخير قد تكون إيجابية رب ضارة نافعة لتكشف نقاط الضعف في الفريق وتشخيص الأخطاء التي حصلت في المباراة وتصحيحها وفق ما ينسجم مع قدرات وإمكانيات اللاعبين ليقف ندا قويا بتأريخه الكبير وعراقته التي أنجبت العشرات من نجوم الكرة العراقية منذ السبعينيات ولغاية يومنا هذا. إن الجماهير العراقية بمختلف ميولها النادية والإعلام الرياضي ستقف مع فريق الشرطة وشقيقه القوة الجوية ممثلي الكرة العراقية في أكبر محفل كروي آسيوي، وسيعيد إلينا نجوم الشرطة ذكريات الزمن الجميل. إذن نحن وإياكم على موعد مع اللعب الحسن لقيثارتنا الخضراء يفرح جماهيرنا بتحقيق نتيجة طيبة تليق بتأريخ وسمعة الفريق ونجومه. مشاهدينا الكرام، أما في صحيفة الزمان وسامر الياس السعيد تحدث عن ليلة الأربعاء التي حملت طابعين إيجابي أو فرح وحزين بفوز الجوية وخسارة الزوراء. الأربعاء تحمل أخبارا بطابعين، أحدهما حزين والآخر مفرح للكرة العراقية. حينما واجه قطبي الكرة العراقية فريقا القوة الجوية والزوراء لفرق خليجية من أجل التأهل لدور أبطال آسيا، فكانت ليلة الأربعاء بالنسبة لفريق الزوراء تحمل الحزن والألم، لا سيما حينما اقترب النوارس من تحقيق الهدف والاقتراب من الوصول للدور الآسيوي قبل أن يستفيق الخصم وهو الوحدة الإماراتية ليعود لأجواء المباراة ويسجل هدفين كانا كفيلين بإنهاء الحلم الزورائي بالمشاركة في دور أبطال آسيا، لتبقى الآمال العراقية متشبثة بما سيقدمه الفريق العريق وهو يلاقي الوحدة السعودية على ملعبه في ذات المهمة. والغريب أن كل المؤشرات كانت تمنح الفريق الجوي أفضلية نسبية بالتفوق على غريمه ونده في هذه المباراة، حتى أن جريدة الشرق الأوسط السعودية وعلى صفحتها الرياضية أبرزت قبل انطلاقة المباراة أفضلية نسبية للفريق العراقي على حساب خصمه، أبرزها النتائج المتذبذبة التي مني بها فريق الوحدة السعودي في منافسات الدور السعودي واستعانته قبل أيام قليلة بالمدرب اليوناني لقيادته، لكن دقائق
دقائق المباراة الأولى لا سيما في الدقيقة 24 أثبتت عكسية كل تلك المؤشرات وجعلت متابعي الكرة العراقية يدركون أن مصير الفريق الجوي سيكون مشابها بنسبة كبيرة لحظوظ زميله الزوراء الذي خرج قبيل ساعات من دائرة الحلم الآسيوي. عموما فإن فريق القوة الجوية مطالب ببذل المزيد من الجهود في مشاركته الآسيوية المرتقبة وتدعيم صفوفه بعاملي الخبرة والشباب، لا سيما مع مشاركته لمجموعته التي تضم فرقا بارزة في القارة الآسيوية مثل الشارقة وتراكتور الإيراني والفريق الأوزبكي، وهم كلهم من الأندية التي لها نتائج مهمة وبارزة في خضم دور أبطال آسيا، حيث نتمنى أن تكون المشاركة العراقية على قدر المسؤولية في البطولة المذكورة. مشاهدينا الكرام، لنتحدث أكثر حول هذا المقال وينضم على عبر الاتصال الهاتفي الصحفي الأستاذ سامر الياسعيد. أستاذ سامر، أهلا بك في برنامج جريدة ونث. صباح الخير لكل متابعي الفضائية الرياضية العراقية قناة الوطن ولك أستاذ يوسف. أهلا بك أستاذ سامر. يعني نبدأ الأخبار من الأخبار المفرحة حسب ما حضرتك تحدثت عن ليلة الأربعاء، وهو فوز وتأهل نادي القوة الجوية في دوري أبطال آسيا. برأيك هل هذه الأجواء، يعني بكون نادي القوة الجوية هو متصدر الدوري العراقي وأيضا حاليا فاز في هذه المباراة، يعني برأيك هذه الأجواء قادرة على نادي القوة الجوية أن يتخطى أي فريق آخر مستقبلا؟ بالتأكيد دخل الفريق الجوية تحت وطأة تصدره للدوري العراقي والعالي الكبيرة التي أهلته للدخول في هذا الخضم من مباراة الملحق الآسيوي التي واجه فيها فريق الوحدة السعودي. لكن كل المؤشرات جعلت أفضلية كبيرة للفريق العراقي، لكن بالرغم هذه الأفضلية لكن شاهدنا هناك تدارين في المستوى بين لاعبي الفريق العراقي، مما أدى إلى استقبال هذا الفريق لهدف مفاجئ عكس مجريات المباراة. لكن عموما قدم فريق الجوية مباراة مميزة ومباراة ماراثونية برزت فيها حكمة وحنكة المدرب أيوب ديشو في إدارة جلسة المباراة. نعم، هذا من جانب الإيجابي، لكن على الجانب الآخر هنالك عدة مشاكل تضرب صفوف القوة الجوية، وآخرها هو استقالة الكابتن أيوب أوديشو، لكن بعد ذلك العدول عن هذا القرار. برأيك هل هذه الأمور ستؤثر سلبا على المشاركات الخارجية، وخصوصا أن نادي القوة الجوية سيواجه الشارقة الإماراتي؟ نعم، بالتأكيد هناك الكثير من المؤشرات التي برزت بعد انتهاء المباراة الماراثونية، من أبرزها رغبة المدرب أيوب أوديشو بترك الفريق وعدم موافقة قيادته له، خصوصا مع إبراز الظرف الصحي الذي يمر به المدرب أوديشو. لكن عموما الفريق يحظى بالكثير من المؤشرات الإيجابية كونه يمتلك الخامات المهمة والمناسبة في إضافة ترجيح كفته في خضم مباريات المجموعة التي يخوضها أمام فريق الشارقة مثل ما ذكرت وفريق باختكور الأوزبكي. إضافة لفريق الإيراني فاكتور. نعم، نأتي إلى الجانب الآخر هو النادي الأبيض، نادي الزوراء، نادي النوارس. برأيك لماذا تراجع على نادي الزوراء؟ هل هنالك أمور أخرى غير مسلط الضوء عليها أدت إلى أسباب هذا التراجع، يعني سواء كان محليا وايضا خارجيا؟ نعم، من خلال متابعتي للمباراه في الملحق الاسيوي التي جمعت فريق الزوراء بغريمه وبخصمه فريق الوحده الاماراتي، برز بكثير من الملاحظات والمؤشرات التي تابعتها خلال هذه المباريات، ابرزها التراجع المخيف والمربك لكافه لاعبي الفريق امام خصم عادي لا يمثل تلك القوه وال مجاراة بجانب الفريق العراقي. أدرك جيدا قدرة المدرب رابش نيشر وخبرته المتواتية من خلال قيادته للفريق والفرق العراقية إضافة المنتخب العراقي، لكن أدرك أن عدم إجادة استثمار وتوظيف الأدوات الخاصة بهذا المدرب
أبرزت هذا العامل الذي ألقى بظلاله على خسارة الفريق وعودة فريق الوحدة نعم. الإماراتي إلى المباراة وتسجيل هدف. نعم أستاذ سامر، هل نادي الزوراء بحاجة إلى الدعم المادي من قبل الجهات المختصة، خصوصا وأنه سافر إلى الإمارات أخيرا وهو على نفقة وزارة الشباب والرياضة؟ نعم، لا فقط فريق الزوراء يحتاج الدعم المادي، لكن كل الأندية عموما هي بحاجة لهذا الدعم، سواء المادي سواء المعنوي سواء كل مؤشرات الدعم المطلوبة التي تجعل من لاعبين فريق يتمتعون بالأفضلية والجهوزية المناسبة التي تؤهلهم لخوض مثل هذه المباريات الفاصلة وتقربهم من إدارة الفوز. أتفق معك برغبة الكثير من الفرق والأندية التي تنتظرها مثل هذه المنافسات في جعل العام المادي هو مؤشر مهم ومناسب للمضي قدما في تحقيق البطولات وإحراز نتائج جيدة بشكل عام. نعم أستاذ سامر، يعني سؤال أخير لحضرتك، تقييمك لنادي الشرطة وهو سيواجه نادي الدحيل القطري يوم 15 من هذا الشهر، هل نادي الشرطة قادر على تجاوز الدحيل القطري؟ نعم بلا شك، فريق الشرطة يتمتع بالجهوزية المناسبة التي تهيئ له المجاراة الخصوم في القارة الآسيوية، وكلنا نأمل كجمهور رياضي ومتابعين وإعلاميين في أن يحظى هذا الفريق الذي تعول عليه الآمال العراقية في أن يكون الرقم الصعب في المجموعة التي يخوض غمارها مع فريق الدحيل القطري الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره في هذه المنافسات. وندرك أن فريق الشرطة يمتلك اللاعبين الذين أغلبهم من المنتخب الوطني، لذلك تبدو مباريات الشرطة كبروه مناسبة لتحقيق الانسجام المطلوب لينعكس بشكل إيجابي على المشاركة العراقية المرتقبة منافسات التصفيات المزدوجة. الصحفي سامر الياس السعيد، شكرا جزيلا لحضرتك على انضمامك معنا. مشاهدينا الكرام نواصل وياكم لكن بعد الفاصل. ننتقل إياكم مشاهدينا الكرام إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأهم ما تم تداوله، وإلى موقع فيسبوك نقرأ وإياكم، وفي موقع نادي الشرطة العراقي حيث الأخضر يكمل مستلزمات مغادرته العاصمة بغداد متوجها إلى جدة السعودية، وأيضا نادي القوى الجوية لا صحة لاستقالة أيوب أوديشو والإدارة تكرم الفريق بعد تأهل لدوري المجموعات، وفي شبكة فيفا سبورت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشاهد وإياكم جماهير القوة الجوية تحاصر المدرب أيوب أوديشو. يلا.
ننتقل وإياكم إلى مواقع التواصل الاجتماعي الآخر وهو انستغرام، وتحدث أيضا في رسمية نشر يعلن عن قائمة رسمية المدججة بنجوم منتخبنا الوطني والتي ستخوض بطولة دوري أبطال آسيا. وأيضا اختيار اللاعب حمادي أحمد والحارس فهد طالب ضمن التشكيلة الأفضل في تاريخ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وأيضا في شبكة عرق سبورت على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عبد الخالق مسعود طلقت اتحاد الكرة بالثلاثة ولن أترشح للانتخابات مرة أخرى. وننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى مواقع التواصل الاجتماعي الآخر وهو تويتر، وأهم ما تم تداوله في معرض الكرة العراقية لأول مرة منذ 26 عاما. دوري الشباب ينطلق بتاريخ 20/4 بمشاركة أندية الدوري الممتاز العشرين بعد أن تكفلت وزارة الشباب والرياضة بتحمل مصاريف هذا الدوري. وأيضا شبكة الكرة العراقية تحدثت في موقع تويتر، مدرب الميناء المقال الكابتن عادل ناصر في حديث خاص: سمعت بخبر إقالتي من الفيسبوك. الإقالة تمت لأنني طالبت بمستحقات اللاعبين أمام مدير شركة الموانئ، وهنالك خيوط مؤامرة حكت قبل 3 جولات للإطاحة بعادل ناصر من قبل المساعد وبعض أعضاء الإدارة. وأخيرا في موقع تويتر وموقع المحترفين، نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم دكتور جاسم الشيكيلي يوضح رغبة دول الخليج بإقامة خليجي 25 في البصرة، ويؤكد بذات الوقت على أن ملف استضافة قطر للبطولة هو ملف احتياطي لضمان إقامة البطولة فقط. مشاهدينا الكرام، وبعد موقع تويتر وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج جريدة ولت لهذا اليوم من أهم ما تم تداوله من أخبار محلية. وللتذكير بأهم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وإنستغرام، شكرا لكرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.